عبارات تكاد لا تصدق تركها أشخاص قبل الانتحار. أترك لنا تعليقا فيه رقم العبارات التي أحدثت أثرا في قلبك. منذ سنوات وأنا أشعر أنه يجب علي المغادرة. المغادرة إلى أين؟ لا أدري، ولكنها المغادرة فحسب. لقد نجوت من الحياة بأعجوبة. الحياة لم تكن بتلك الجدية. لا أريد أن أتأخر. في مكان ما هناك أحد ينتظر مجيئي. لن أرد على هاتفي إلى الأبد. قضيت كل تلك السنوات وأنا أتبع قرارات العالم. هذه هي أولى قراراتي. الآن يا أمي تستطيعين أن تغلقي أبواب المنزل مبكرا. قضيت كل هذا العمر في البحث عن طريقة لإيقاف الأيام عن الجريان، وأخيرا وجدتها يا أصدقائي. لا يوجد لي كرسي، كل الأماكن معبأة. قطع جسدي، بعطره تحت بقاع الأرض. لا تدفن كل هذا الحظ السيء في حفرة واحدة. طيلة حياتي وأنا أستمع لأحاديثهم عن الموت بطريقة بشعة. الآن قررت أن أتأكد من ذلك بنفسي. لا تدع المخرج يتحكم بالسيناريو كاملا. حاول أن تخرج عن النص. خروج الإنسان إلى هذا العالم ميتته الحقيقية. في الحقيقة الذين تركتهم ورائي هم المنتحرون. الموتى هنا يبكون على الأحياء. لا تصدق شعارة الحرية التي يرفعونها. ما دمت في هذا العالم تأكد أنك مقيد ولا يمكن أن تعيش في الطريقة التي تفضل، لكنك تستطيع أن تختار الميتة المفضلة لديك. لا تحضر الوردة أثناء الجنازة، فالموتى لا يشمون. إلى اللقاء أصدقائي.